أم محمد تسأل تقول شلون أخلي أولادي يحبون اللغة الإنجليزية؟ أول شيء إذا أعمارهم صغيرة أقل من 6 سنين أو بال6 سنين ركزي فقط على الكلمات فقط لا غير، وعطيهم كلمات هم يستخدمونها في مواضيع تجذبهم ويستمتعون فيها، مثل أسماء حيوانات أو حتى شخصيات الرسوم المتحركة. خلي يصير عندهم مخزون لغوي، لو صار عندهم ذلك المخزون بمجرد الكلام مثل ما احنا درسنا في الجامعة في تعليم الأطفال اللغة الإنجليزية، التركيز الأساسي على كمية الكلمات براس الطفل، وتالي لصار عنده مخزون كثر ما هو يسولف بيندمج باللغة الإنجليزية، والطفل يطبق القواعد من غير ما هو يعرف شرحها. هالشكل مثلنا لما تكلم عربي، احنا ترى ما نعرف قواعد اللغة العربية قبل لا عرفنا نتكلم عربي، انسجمنا. فهو علشان ينسجم كثفي عنده مخزون كلمات في حياته اليومية، يعني مائدته الغذائية والرسوم المتحركة، شخصيات في عالم الرياضة إذا هو يحبهم ويندمج فيهم، وسولفوا معاه وكلموا الطفل دائما وشوفوا شنو يجذبه من مواضيع، وانت دائما ترجمي له كل كلمة. وهذه شغلة مهمة احنا تعلمناها بالجامعة، الطفل ما يلخبط ما بين اللغتين، ترى من نفسه راح يوزعهم في مخه. شلون؟ لما يعرف كلمة عربية ونفس الوقت يعرف مرادفها الإنجليزي، لجاي يسولف مع أحد يتكلم إنجليزي من نفسه راح يحط كمية الكلمات الإنجليزية على صوب في مخه وكميات الكلمات العربية على صوب. التنظيم هذا عادي، فهم القواعد كاستخدام هذا عادي، أهم شيء الكلام، أهم شيء الكلام. فشلون أحسن طريقة؟ خلوا كلامكم مع أبنائكم مزدوج اللغة. إذا أنتم كلامكم معاهم مزدوج اللغة راح يكونون هم مزدوجين اللغة. بس مو كل سالفة، شغلات عادية يعني مثلا في الأكل كلمهم عربي وإنجليزي لنفس الكلمة، يعني have some water مثلا، اشرب بعض من الماء يعني، أو أكل الغداء eat your lunch، هالشكل go to bed، اذهب إلى الفراش للنوم، هالشكل يعني روح نام go to bed. خليهم متلازمات وبس.